لا يمكن الحديث عن الكرة الجزائرية دون ذكر لاعب ترك بصمته جارية في أول مونديال شارك فيه منتخبنا الوطني بإسبانيا وفي كأس العالم بالمكسيك. هو مهاجم فذ ولاعب قوي، بل كلمة السر في معادلة نجاح الخضر هو من لقبه الألمان بالثعلب الماكر. هدفه في مرمى إيرلندا الشمالية في المكسيك سيظل شاهداً على تألقه. إنه جمال زيدان. ما ننساوش الهدف اللي سجله أمام المنتخب الإيرلندي في كأس العالم 86، لاعب ممتاز جدا، صديق دائما، يعني ما بين مجموعة في فريق الوطني دائما يستكسي كالكا دو تري سيمباتيك تري اوفير. حقيقة لاعب ممتاز، لاعب جيد، يعني رائع في لعبه. والشيء اللي يمتاز به هو أنه لاعب ذكي. كان عنده ان بي غوش مانيفيك، سي ان بوليفالون، يلعب ا غوش، يلعب افون سونتر، يلعب اون ديس، فهمتي؟ إليتي جينيرو دون ليفور، عنده كل الاشياء اللي تطلب في لعب باش يكون لعب مستوى عالي. كان لعب مستوى عالي ومحترف، لاباس به، كان محترف تاع الصح كيما نحبوهم حنايا. عشت فوتبول لا في كارير لاباس عليها. ان شاء الله نزيدو نشوفوه بالدريريات ان شاء الله. انا كنت لعب في وسط الميدان وهو كان مهاجم على ذاك الوقت. نقول لك يعني يفهم واش معول ندير قبل غير نرفد عينيا، يفهم. كلاعب كان انسان جيد، كان لاعب مليح كما يقولوا. واحد من انصار تاع اتحاد العاصمه كيما عباس ودنيا راحوا لسي عقبه، شافوا واحد يعيطوا زيدان كرون جوار اختي نمير لي غوش، جابوه اتحاد العاصمه، جابوه من لسي عقبه، جابوه اتحاد العاصمه. هذاك واش كان يخصنا؟ عطى الكثير، قلت لك للجزائر وما خذا ولا شيء. كان يقول ما جا البلومي، ما جا البلومي، ما جا البلومي، واش نسى زيدان. بعد فكر ويقول ما جا البلومي معهم زيدان، ما جا البلومي معهم زيدان، بلومي معهم زيدان. في 28 من شهر سبتمبر من سنة 1955 ببلدية الأبيار ولد جمال زيدان في وسط حيطة غار الشعبي، أين ترعرع هذا اللاعب وبدأ أفضل هواياته. شغف زيدان وحبه للكرة مكنه من التألق، وكان الشارع نقطة انطلاق لمسيرته الكروية، بل بوابته نحو التألق. Au départ, déjà, Bdina, Barra, qui m'a dit que les matchs de l'Homa. Donc, il m'a dit que le Hakla Liasma, c'est un hasard. Un jour, j'étais gauche. Quand je suis arrivé à l'Abhar, moulé, quand je suis allé dans le Duchamon, dans le Wacht, moulé dans le stade. Moi, c'est le drari de la chaîne. ذاك الوقت كنا صغار، نروح ونجيو بي على كل حال ديروا لاشان. قلت لهم واش كنت دير؟ قال كاين ديسبيتمون تاع اليوسما. اي قلت لهم ما ندخل ديسبيتي انا هنا. اي بي جو سوي رونتري اون بي جي بي البالون اون فوا دو فوا. قال لي السيد هذاك ريسبونسابل، قال لي روح شوف هذاك السيد اللي ولي، شوف واش تجيب له كوارو كوارت. اي سي ابارتي دو سو مومون كسا ديماري لا كارير او نيفو دو اليوسما. بداية المسيرة الكروية لهذا المهاجم كانت من القلعة الحمراء، حيث تتلمذ على يد مدربين كبار أمثال مدني وفيتون وأحمد عراب وشعيب،
والقائمة لا تزال طويلة. كان لهم الفضل في تقمص جمال لألوان سوستارا وساهموا في بزوغ نجم هذا اللاعب، بل عبدوا له طريق التألق والنجاح. كنت ديجا نلعب مع الأكابر، هو كان في الأصناف الصغيرة من مع الصغار كامل الأشبال الأوسط، وكان لاعب اللي عنده كي كان صغير كان يظهر إمكانيات كبيرة، واللي ظهرها منذ يعني كي اتصل بنا مع الفريق الأكابر في تقريبا في عام 73 74 التحق بالفريق تاعنا، وتما اللي زاد ظهر الامكانيات اللي كانت عنده كي كان صغير، وزاد طور فيها باش يعني دار يعني مشروع حياه رياضيه يعني كامله شامله يعني مملوءه بالاحداث الرياضيه يعني لاباس بها، واللي برز فيها كذلك. بون مدرب اللي اكتشفني بون انا اي دون طون كان عندنا مدني في لي كادي، كان عندنا قيتون، كان عندنا نسيت مومون نشكر احمد عراب وشعيب. سيتو اون جون بون انا عرفته في ديجا اول قبل ما نلعب في اتحاد الجزائر، عرفته في ليكيب ناسيونال جونيور، كان ابرز لاعب معنا في ليكيب ناسيونال جونيور. جمال زيدان كان معروف كذلك في صفوف الاصغر الاواسط، كان في اتحاد العاصمه في هذاك الوقت، كان عنده فريق تاع الاواسط من احسن الفرق الجزائريه. الحاسة التهديفية لزيدان وقوته الكبيرة على التسجيل واختراق أقوى الدفاعات والعبت بهم، حتى ما على مسير اتحاد العاصمة ترقيته إلى صنف الأكابر. بدأ يلعب معنا في الموسم الرياضي 73-74، بعد ما الفريق اتحاد الجزائر سقط في القسم الوطني الثاني، هو التحق بنا مع بعض اللاعبين يعني المسؤولين انذاك صغروا شويه الفريق، بعض اللاعبين مشاو خطر كبروا سنا، وخلفوهم بهاد اللاعبين هذوما صغار، منهم يعني جمال زيدان، منهم ناصر قديوره كذلك، هما اللي دعموا الفريق وجابوا القوه تاعهم والشبيبه تاعهم لقوات الفريق، والفريق عاود صعد للقسم الوطني الاول. جمال كنا نتكلموا عليه كلاعب والجمهور الرياضي كاع يعرفه، كاع يعرف الامكانيه تاعو، وجازم فريق اللي عارق اللي هو اليوسما، كان عنده تكوين مليح، كان لاعب قوي، لاعب ممتاز، كان هنا في الجزائر العاصمه في اليوسما. على كل يسمحوا لي إخواني من مولودية الجزائر، يعني نشفى لي مقابلة في 5 جويلية، يعني وين دار يعني دار العجب يعني في هذيك المقابلة هذيك، حتى القميص تاعو قطعوه له ويجري، هو يجري وباقي القميص تاعو يفرفر كي الإعلام هكذا على ظهره هكذاك، سجل الهدف الوحيد تاع المقابلة، ركنية مباشرة سجلها. هذا المقابله هذه دار مقابله يعني كبيره، يعني في يعني من اروع ما تقدر الانسان يشاهدها فوق ملعب، يعني ما كاش اللي كان يقدر يحكمه فوق الملعب، يعني هاج هذاك النهار هذاك. جمال زيدان عرفته من زمان، كنا جينور كنت راح نجيبوا البولوديه، كنا كيف ونخرجوا كيف دونك كان فريمون لاعب عندي، ما نقول لك لاعب في القمه، ويجوز مع كل واحد لانه لي سيمباتيك، ماشي هذوك رونفيرمي، لي سيمباتيك يقصر مع اي واحد حلو، دونك ما كاش كاع مشكل معاه. طريقه اللعب ديالو هو عنده لعب سيرتو، عنده القذافات تاعو داير لا بروف في لاكوب دي موند، او بين باللي كان هذيك هو لا فورس تاعو. كاين مقابله اخرى ثاني كذلك في ملعب 5 جويلية ضد جمعية وهران، ربحناهم 11-0، يعني يبقى في التاريخ هذا
11-0، وكان جمال زيدان على اليسار، كان حسين رباط، كان عبد الوالي كذلك حبيبنا كان على اليمين، هاد يعني اللاعبين، وكان مصطفى ديراوي نظن تكلمتوا معاه، مصطفى ديراوي كان راس حربه، كان خلف ناصر قديورة اللي هو كان معاقب، خاطر كان انا ذاك مدرب تاعنا كان احمد عرب، ويعني كما نقولوا احنا علق له الصباط شويه ناصر قديورة منذ تقريبا 5 شهور ما لعبش، ومصطفى ديراوي اللي برز لعب وبرز في هذاك المقابله. اذا هذه المقابله ثاني كذلك نقدر نقول لك اللي بلي اللي ربحوا المقابله جمال زيدان مع حسين رباط ومصطفى ديراوي، هما بالثلاثه يعني كل هجوم مضاد كانوا يوصلوا لك بواحد السرعه وواحد التقنيه، واحد يعني مقابله تربحها ب 11 على والو، نظن مقابله كبيره، ادينا مقابله كبيره. كان يسهل لي الامور ما تقدريش تعرفي. انا نعرف نوزعلو البالون وهو يطلب وانا نعطيله. بصح انسان باش يوصل لهالدرجه لازم يعرف كما يقولوا حنايا في كره القدم المفهوم تاع صحابه. الانتيليجونس انديفيديوال، الانتيليجونس الذكاء جماعي والذكاء الشخصي. جمال زيدان سي ان غران جوار، اكسيلون جوار مام. لا فريمون بار سي جاست تكنيك والسرعه تاعو. Ou le sérieux, beaucoup plus, c'était quelqu'un de sérieux, donc ça a été un grand joueur. Jamal Soma. Jamal, نعرفه كلاعب وعرفته في الميدان وعرفته تاني في حياته الخاصة كده. يعني كلاعب وش نقول؟ ممتاز، 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 ممتاز. كان عنده حاجة خاصة. إنسان كانت عنده سرعة. في البال في كرة بكرة القدم، يعني يجري بسرعة بكرة القدم لاصقة في قدمه في رجليه لاصقة، وهذه ماهيش معطية لكاع الناس، يعني كل خطوة البالون لاصق له في رجله. لكن وفاء وعشق عائلة زيدان لألوان اتحاد العاصمة جعلت الابن جمال يبقى وفيا له، الذي حقق معه الصعود إلى القسم الأول سنة 1974، وقضى جمال 9 سنوات كاملة نقش فيها اسمه بأحرف من ذهب. عندي الحظ ولعبت من قبل ما يروح لبلجيك، كان في اليوسما اللي ما عنده حتى مشكل مع اللعب ولا مع مسير ولا مع حاكم ولا مع مناصر، ولا كان محبوب وهو وليد فاميليا وعقل ويقادر الكبير قادر الصغير يقدر الناس، وهذو الاخلاق اللي اليوم مغايبين على الشارع في الشارع او في في الساحه الرياضيه. كنت مع الكارير غير قولي لعبت في اسما جي في 2-3 ans كادي 3 ans جونيور في واحد 2-3 saisons اون ايكيب بروميير اون 76 رحت. جمال كنت نعرفه كي كان في اللعب في اتحاد العاصمة، كان لاعب من الطراز العالي، يعني قليل يعني منه ما انجبت الكرة الجزائرية. خلوق مربي ما عندوش كلام زيادة، رزين كيفاش نقولوا، يقادر بزاف بزاف بزاف. بعد مسيرة ناجحة مع الاتحاد طرق زيدان باب الاحتراف من بوابة إفسي كورباي من بطولة الهواة الفرنسية. تعرفوا تاني كذلك بلي كي راح بالجزائر تقريبا راح كلانديستا، راح كما يقولوا راح حارق، ماشي حارق يعني بالنسبه للسفر تاعو، خاطر مشى خذ الطياره راح لفرنسا، ولكن ما كانش يلعب اسمه كي كان في كورباي. علاه؟ خاطر ما يعطولوش، كان هذاك الوقت باش تروح تلعب في الخارج لازم تكون عندك 28، فايت 28 سنه 28 سنه خلاص المشوار تاعك خلاص، ما كاش واش من كارير دير ابري 28 ما كاش. اذا هو راح صغير، راح صغير وراح سجل روحه تما في الجامعه وباش يلعب، وما لعبش باسمه كي كان في كوربي. اذا هو راح يعني في وضعيه ماهيش يعني سي با اون سيتوياسيون يعني ليغال. علاه؟ خاطر هذاك الوقت باش تلعب في الخارج عندك
عندك الاتحادية، كان هو في فرنسا، الاتحادية الفرنسية تتصل بالاتحادية الجزائرية وتطلب شهادة تنقل، يعني سيرتيفيكات دو ترانسفير. كوم إن نافي با الدروا باش يلحقوا باش يروح يلعب في فرنسا، إذا هو ما طلبوش ولعب بأسم واحد آخر كي كان في كورباي. بون كورباي هادو لعب صح في فرنسا، كورباي صون صح ما قعدش عندهم بزاف، باسكو هذاك الوقت كي على بالك باش تخرجي تروحي تلعب في الخارج لازم تكون عندك تصريح من الفيدرالية الجزائرية، ولا تستناي 27 سنة باش تروحي. دونك حنا رحنا هكذاك لابونتور، لعبنا بوندون 3 موا عندهم، ومن بعد لعبت واحد 3 شهور عندهم، من بعد جاني تصريح من بلجيكا، رحت لبلجيكا. زاد راح تغرب باش ما نقولش حتى الاحتراف، راح لابلجيك، راح لي بارتي تري جون، راح 22 سنة 23 سنة وسي امبوزي تما. بعدك راح لبلجيكا في كورتري، لليوم مازال يهضروا عليه، مازال يعرضوه، مازال كان لاعب مستوى عالي ومحترف لاباس به، كان محترف تاع الصح كما نحبوهم حنايا. كنا نتمناو اكثر اكثر، تلمو البوتونسيال اللي كان عنده، تلمو الامكانيات الكبيره اللي كانت عنده، كان ربما جمال يلعب في احسن فرق في اوروبا. ومعروف على الساحه الوطنيه والافريقيه والاوروبيه، كان يعني كان يلعب في اللعب، يعني انهى المشوار تاعو الكروي في نادي بلجيكي. فشل زيدان في البطولة الفرنسية جعله يطرق أبواب الدوري البلجيكي، وشد اللاعب الرحال نحو نادي إيكلو من الدرجة الثانية الذي لعب له لموسم واحد فقط. ولعب زيدان نحو 26 مباراة سجل فيها 11 هدفاً في الموسم الموالي. بدل زيدان وجهته واختار تقمص ألوان نادي سانت نيكلاس الذي قضى معه موسمين كاملين قبل أن يشد الرحال من جديد للانضمام لنادي كورتري، أحد أشهر الأندية البلجيكية آنذاك. لعب زيدان 116 مباراة مع كورتري، سجل فيهما 34 هدفاً. بعد 5 مواسم قضاها مع كورتري، اختار زيدان تقمص ألوان النادي واترشي الذي بقي معه لموسم واحد قبل أن يعود من جديد للدوري الفرنسي من بوابة نادي بايزايلوسيك الذي لعب فيه لثلاث مواسم قبل أن يضع حد لمشواره الكروي. المهم كان هو يعني توج بلقب أحسن لاعب تاع قسم وطني ثاني في بلجيكا، ثم مشى من بعد في لكورتري، كورتري وين ريح 5 سنوات، من بعد رجع الفريق الوطني في 81 وشارك في الدور النهائي تاع كاس إفريقيا في ليبيا، ونظن هو اللي سجل الهدف في نصف النهائي ضد غانا يظهر لي. بديت في إيكلو إيكيب كمان صغيرة، ومن بعد طلعت مع ساني كورة في دوزيام ديفيزيون، جي جوا بك وقيلة 3 سنين، ومن بعد لحقت أو توب سا بدير لا بروميير ديفيزيون تاعهم مع كورتري. المشوار تاعو الكروي في نادي بلجيكي والناس قاع تعرفوه ليه، في كان في الفريق كورتري، كورتري هذه يعني منطقة صغيرة وين جي باسي واحد 5 معاهم، ومن بعد الدرنيير جولت دون ان كلوب اسمه واترشكي في لامبور. جمال زيدان حاجة الناس ما لازم تفكرها، كي كان في كوتري كان في بلجيك كان يلعب، أول جزائري اللي داروا عليه لا بوبليسيتي، وهذاك الوقت كانت لا بوبليسيتي تاع دونتيفريس، كوتري كامل سيبوتي جمال زيدان الألجيريان. كلوب بيسلي لو ساك وقيلا ولا سيزي لو ساك في فرنسا، بلعب 3 سنوات، ولكن بون سي ان كلوب اماتور يعني هاوي، نادي هاوي، لعب 3 سنوات ومن بعد رجع للجزائر. لا يمكن الحديث عن هذا البطل دون ذكر مسيرته مع المنتخب الوطني. قصة زيدان مع الخضر انطلقت في 8 جوفي من سنة 1975. على كل حال هو بدا مبكرا، يعني قبل هذا التاريخ، قبل 81 82، بدا في 75 لعب مقابلة ضد ألبانيا للجزائر فازت 4-2 في 75. تاع
تأهل الخضر إلى كأس العالم 82 كان تاريخياً لجمال زيدان، فبالرغم من عجز اللاعب عن هز شباك الحارس الألماني شوماخر إلا أنه كان سماً قاتلاً لدفاع ألمانيا. الدور النهائي تاع كأس العالم اللي لعب، احنا نتفكر بلي الهدف يعني اللي سجلوا ماجيا سجلوا بعد هجوم تاع جمال زيدان اللي هد من وسط الملعب حتى وصل حتى حارس المرمى تاع الالماني اللي كان شوماجير هذاك الوقت، وعاود تلق الكره وماجير رماها في الشباك. اذا دار كاس عالم شباب، والهدف الاول اللي سجلته اللي كانت تمرينه ممتازه الى بلومي يسدد ويضيع الكره ويجي لي انا ونسجل الهدف داخل شباك المنتخب الالماني. كوم تو لي جون في لونغوس كيما يقول لك سيتي ماتش هيستوريك. بون سيتي لا بروميير فوا كو لالجيري اريبي اون كوب دو موند. شفنا في المونديال 82 دار مونديال اكسترودينار. بون jouer devant les Allemands, à l'époque les Allemands c'était quand même considéré comme une grande équipe. Ou on a priori qu'on les petits poussés au dehors. Et bon, ils nous ont sous-estimés, qui m'a dit. On a très bien joué le match, on a fait un très bon match, et on les a gagnés, qui m'a dit, dans les normes. Pour la Coupe du Monde, il était le meilleur joueur au mid but, marqué majeur. انا اللي جبت البرومير بيت. بون انا اللي هربت البالون ابري ان كونتر اتاك. بون جا بلومي كان يتبع فيها من لور. بون مو معطيتها له ضربها شو ما كان ردها وجا ماجر مليح دخلها سيتي البرومير بيت. اون ايتي كونتون. الهدف اللي تاع المانيا الاول هو اللي شجع الفريق الوطني. جاوه زوج دالات هذوك اللاعبين هذوك يعني باش يطيحوه، شد ورا الجماعه باللي راهم هذو بشر كيما احنا، ماهمش يعني غوال اعطاه هو اللي اعطاه، والكره جات منه البلومي باش وصلت لعند ماجر باش سجلها. فريق الجزائري في هذه المباراه ادى اداء يعني ممتاز جيد، وحقيقه ما كانوش ينتظروا حتى الالمان، واللاعبين اللي لفتوا انتباه حتى الالمان بما فيهم زيدان. ريغلو ربحناهم سون بافور فوتبوليستيكمون تكنيكمون فيزيكمون سير تو لي بلان دو بوت تغلبنا عليهم. بصمة زيدان كانت جلية في مونديال المكسيك الذي سجل فيه هذا اللاعب هدف التعادل في مرمى ايرلندا الشمالية. لا هدف في 86 سجل على طريقة كرة ثابتة، كان هدف ممتاز جدا أمام المنتخب الإيرلندي ونعملنا 1-1. سحب الهدف الوحيد في 86 ضد إيرلندا، صح كانت فيه يعني قذفة قوية عن طريق يعني مخالفة، هو سجل الهدف هذاك تاع التعادل. كوفران ببري 22 23 متر على الاخر، بتيت كومبينيزون سبقوا له البالون، هو تم خبطها برجله اليسرى، خاطر يستعملها هو يستعمل غير رجله اليسرى، سي تان غوشي بور. سجل الهدف بصح برز في المقابله، يعني تحرك يعني من اليسار لليمين، يعني هبلهم، يعني كان إلي تان بلان بوسيسيون سيمون. هذاك الوقت هذاك كان يعني لاعب محترف بمعنى الكلمة، ودار أدى دور كبير يعني في الهجوم تاع الفريق الوطني. هذاك النهار جي أن بريسون سيمون، ما نعرفش شكون جا قال لي خليني نتيري، قلت له يرحم بابك خليني نتيري أنا. قال لي لا أنا، قلت له شوف، قلت له أنا الكوفران هذا أنا اللي جبته خليني نتيري. زقيت العصاد صالح هذاك الوقت نشبالو. حنا توجور كنا واش نديرو ابري لونترينمون، نقعدو واحد 20 مينوت في لونترينمون اون ترافاي لي بينالتي لي كوفران اون دور دو لونترينمون تاع المدرب. اون ريستي واحد 15 مينوت 20 مينوت اون تيري لي بينالتي لي كوفران هادي بيناتنا. قلتلو صالح ارواح ديرو لا كومبينيزون هذيك لي كنا نديرو في لونترينمون. قال لي اطرق، قلت له اطرق، قلت له بصح انا نتيري. قال لي روح كيما كان الحال. اون في لا كومبينيزون اتروا هذيك او مومون وين مو جو بارتي او بالون جي بي ان ترو كيما يقول لك ان ديفونسور كي بدل من بلاصتو تاع لورون
ضربتها تماك الكارديا حتى ضربت بالفيلي باش تشبك اي اون بليس سايتي لان دي بوت لو تروزيام بوت لو بلو رابيد لا كوب دي موند هذاك الوقت. والبيت اللي سجلناه البيت الهدف الواحد اللي ماركاه بات جينيس هذاك تاع الايرلندي هذاك من عنده هو. انا نظن كان القوه الهادئه نتاع الفريق الوطني هو جمال زيدان. تألق زيدان في مونديال ألمانيا جعل نجم الدياكا زين الدين زيدان الذي كان سنه آنذاك 10 سنوات من أشد المعجبين به. وتجسد لقاء النجمين بعد ذلك بمركز كلير فونتان أين أهدى جمال زيدان قميصه لزين الدين والذي كان فال خير على زيزو للتتويج بالألقاب. زيدان صعب لازم نذكرك باللي زيدان في 82 كانوا عنده 10 سنين كان دراري دونك بالك كان في مارساي يشوف الماتش في التلفزيون يقول لهم تا فوالا بتيت سي مون كوزان سيلوي لا باسكو اي بورت لو ميم نون كو موا. رحنا شفنا على كل حال في كلير فونتان انا ايتي لفوار ديسكوتي افيك لوي هدينا له كاس هدينا له تريكو تاع ليكيب ناسيونال il était content voilà bon السؤال اللي حبيت تقول لي لا فاميل تقول لا فاميل تي نو ابريوري سي جني او كان يود بارونتي معاه سي تان زيدان سي تان اومونيم بون وي داكور مي بون دوكا انا نقول لك ما نعرفوش سي با كلكان لا فامي بون ماتنون سي دي ريشيرش كي سو فون ويعاود يخرج باللي فاميلا طون ميو اي بي سي تو. كرة القدم كانت نقمة على زيدان كيف لا وقد أجبرته على امتهان حرفة أخرى لكسب لقمة العيش. نهاية المسيرة الكروية لزيدان كانت مليئة بالمفاجآت غير السارة حيث تعرض هذا النجم لمرض خطير. إذن إنسان ولد عائلة إنسان عقل إنسان ذكي لما تشوفه في ظروف صعبة هكذاك وحتى يعني حتى في الجانب يعني المهني كان واحد الوقت كان يوصف لي بورتوكلي كان يوصف لي كوب كان يوصي احنا عاوناه على كل حال. لما كنت انا في الاتحادية تاع كرة القدم خديت عليه كالكو كوموند وعلاش الانسان ساعات يتأسف كثير خاطر الناس ما كانش بزاف اللي عاونوه زاد اللي عاونوا ثاني كذلك نقدر نهضر عليه واش يقول لك انا ما عندي والو ما عندي حتى علاقه يعني مع سيد علي لبيب عندي علاقه رياضيه معاه نعرفه كمسؤول كوزير وكرئيس اللجنه الاولمبيه. لما كان رئيس تاع اللجنه الاولمبيه ديت رحت انايا مع جمال زيدان ديته له قلت له السيد هذا راه يخدم واش عطى الفريق الوطني الجزائري وما صاب حتى واحد باش يعاونه. قلت له خذوا عليه شوف مع الاتحاديات هو كان رئيس اللجنه الاولمبيه الحق يعني قدموا لبعض الفيدراليات مثل الجودو مثل الكاراتي مثل اللي خداو عليه دي كوموند باش يعيشوه وزاد صعب ناس واحد اخرين كذلك الناس يعني مولوديه الجزائر ما كان لها نذكر الاسماء تاعهم اللي عاونوه كذلك خطر مر يعني عاش ظروف صعبه 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 للغايه. ولم يجد زيدان في محنته سوى رفقائه واحبابه الذين وقفوا معه وقفه رجل واحد وساهموا في نقله الى باريس للعلاج هناك. احنا مداصرين مليح وكنا نضحكوا مع بعض كثير ولكن انا نتاسف عليه خاطر لاعب كيما هكذا كيما جمال زيدان يعني السقوط تاعو يعني من سقوط تاعو في يعني في المحيط الرياضي يعني ياسف كثير حتى ولاو الناس يجروا عليه باش يعني يقدروا يداويوه خاطر هو دار عمليه جراحيه في فرنسا في باريس
والحمد لله عليه هو، والحمد لله يعني هذيك العملية هذيك نجحت، والناس وانا نشكر الناس اللي جراو عليه اللي قاموا به. بصح انا نقول كاينه حاجه اللي تنقص في المحيط الرياضي الجزائري، لما لاعب كيما هكذا ويكون مريض وما يصيب شكون اللي يقوم به. انا نظن الناس هادو عطاو الكثير للجزائر، لازم الجزائر كذلك ترجع لهم وتهتم بهم لما هما يحتاجوا الجزائر. الله شوفي انا كي يكون واحد صاحبي او صديقي اللي لعبت معاه ما نحبش نجوز ونتفكر الاشياء هادو. دار بتيت اوبيراسيون ا باري والحمد لله نجحت له وكذا، ودرك نظن راهو لاباس عليه. الباساج هذاك مادا بيا احنا ننساوه والحمد لله. كي نحب نشوف واحد اللي لعبت معاه وواحد اللي صديقي نحب نشوفه كل دايم مليح. بون المرحلة الصعيبة اللي جوزتها في حياتي نهار درت لوبيراسيون، بون اوتوماتيكمون انا كانت عندي نافير كو جي اريتي، اوتوماتيكمون هذيك هي المرحلة الصعيبة. كان انا وياه وشفت باللي الحمد لله يعني المرض تاعو ما بقاش المرض اللي بداه في البداية، شفناه كان شوية تعبان، لكن الحمد لله إلى غوبخي، وأنا فرحان بزاف اللي الحمد لله المرض هذا كان باساجي. حاليا صحته جيدة، راه كي زمان الحمد لله دار عمل جراحية، اليوم ما كانش مشكل كاع، ما بيت أو يسوق أو يشغل في حياته الخاصة كل دايم. بون كانوا معايا يجوا كل خطرة يجوا للدار يشوفوني، بون سي سا كي ادوني كيما يقول لك الفرصة باش بنادم يقعد في الثقة هذيك اللي كان فيها، فوالا. وبدأ زيدان يستعيد نعمة الحياة وابتسامته المعتادة والتي وجدها في الأصدقاء الذين ساندوه ووقفوا معه في محنته. لي سامبا لي جونتي داروا معاه كيف كيف، دو طون زون طون خرجوا معاه نروحوا نحوسوا هكا، سي فيرتي بور نو سي بيان سير صافي بليزير. ما جو لو غراد لا با في جوي مي معليش. الحمد لله شكون الحال، الحمد لله شغل حاجه ما ينحي عنها حاجه كدا، شغل دايرنا شغل ولادو توش تنالو في حياتو بوكو دي ريوسيت ان شاء الله يكمل هكذا. ديجا كي تكون تمشي معاه برا وتشوف ديجا الناس يهضروا معاك دايا يعقلوه شغل صافي ان غرون بليز، تحس راحك شغل تحس بلا فيرتي. Il est innocent et en même temps c'est un brave type, انسان ما شاء الله. زيدان انا ليا ما شكريش، سي انسان طيب بالبزاف، متواضع، يقادر كي صغير كي كبير، انا نحبو بالبزاف، نشتي زيدان. ما من بعد 82 انا كذلك مرت بزاف في دو ديبرسيون، غير هو اللي كان يجي يشوفني. نقول له صادر الحمد لله اللي صحته راهي لاباس، هذيك هي الحاجه الاولى. عشت فوتبول لا في اون كارير لاباس عليها، ان شاء الله نزيدو نشوفوه بالدريريات ان شاء الله. انا حابين نقول زيدان ان شاء الله يطول له ربي العمر يعطي له الصحه ولهنا، ها ونتمنوا له بزاف صوالح بزاف باسكو زيدان وحده انسان طيب كاع، محبوب انسان وين ما كاش الناس ما في الميدان تاع كره القدم، الخصم يحبوه وصحابه يحبوه، ما كاش هو انسان جيد، ما تكسرش راسك في هذا الميدان. احنا نبقاو دائما صدقاء اصدقاء ليه في اي لحظه في اي وقت محتاجنا رحنا في الخدمه ان شاء الله. يا جمال نقول نحبك بزاف، نطلب من السلطات الالتفاته لجمال زيدان، مام الانسان يديروا له ان جيبيليك كبير على اسم جمال زيدان، ويجيبوا لنا كاش فريق وطني كبير ثاني من البرازيل ولا ماذا بينا نزيدوا نشوفوا جمال زيدان. ما زادت له حاجه برك، نتمناها له، هذه اللي نحب نقولها له. ان شاء الله برك يدير الدار، هذه هي الاساس اللي ما زالت هذه اللي باسكو تالمو نحبو وما نخبيش عليك، ماشي غير انا كاع الناس تجي نعقابو ان شاء الله برك. هذا واش نجم نقول عليه. وليد فاميليا وبعد ما راح لنا وبعد ما ولاش الميدان كامل، ولا ما ولاش مسكين الميدان تاعو.
نتمنى ان شاء الله المسؤولين اللي راهم على راس الفيدرالية او الوزارة يعطوا تكريم يليق بالمستوى نتاع هذا الرجل اللي عطى الكثير. باللي ما تنسيش باللي التأهل نتاعنا لعب 80%. زيدان يا سعد، زيدان حسب راني شاهد زيدان راهو ويسجل زيدان ضرب الثمرة ينظم في الدفاع والهجوم، في الكرة يتحكم مسؤول بدور يقوم، والتسعيك معلم شجاع ما يخاف، يسجل في الهداف يا جمال وتخلي الحراس تعوم. جمال واش كيما نقول ربما نقول ملي بلي نقصت فيه، انا نقول بلي جمال بلا ما نهضر عليها، انا الناس قاع يحبوه. تروحي للشارع خرجي لا جمال زيدان، قاع زيدان تاعنا هذا، كاين زيدان تاع فرنسا حنا عندنا زيدان تاعنا يا خويا، نقولوا له جمال على جالك رانا هنا. الله يسلمك. فأطال الله في عمرك يا زيدان الفنان، والذي رسم فرحتنا ذات يوم في مونديال مكسيكو. زيدان يا سلام، يا سلام زيدان، ممتازة شوف الكرة مشات الزاوية اليسرى للحارس.